طمنوا يا جماعه، كل الستات اللي اتقبض عليهم موقفهم القانوني كويس، ما عدا طبعا اللي اتقبض عليهم في حاله تلبس. الحمد لله. انا اللي مش فاهمه، واحده زي دي هتعوز ايه من ستات محترمه زي سوا وندى؟ عايزه تبتزهم. المحضر بيقول ان كل اوض القياس فيها كاميرات خفيه. يا نهار اسود، حقيره ست حقيره. مش كده وبس، هي اكيد كمان كانت بتجس نبض الزباين تشوف لو في حد فيهم ينفع يشتغل معاها ولا لا، وهو كله خير وبركه. طب قولي لي يا حنان، مفيش طريقه يعني ان ندى وسهى يروحوا معانا ونبقى نجيبهم بكره؟ للاسف يا شريف مش هينفع. ليه يا حنان ليه؟ ده انا عارف ان انت محاميه عقري وشاطره، دوري في كتبك في مذكراتك يمكن تلاقي طريقه. لو انا روحت البيت النهارده من غيرها، انت عارف العيال هيحصل لهم ايه؟ ايه حبيبي، مش لدرجه ان انا اخرج متهمه محبوسه على ذمه قضيه، وبعدين يعني هي كلها بعد بكره ويتعرضوا على النيابه. ليه بعد بكرة؟ ما يتعبدوا بكرة وخلاص. ما هو بكرة الجمعة يا جماعة، انتوا نسيتوا ولا ايه؟ دي المصيبة السوداء. يا دي المصيبة السوداء، اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه يا ربي؟ يا جماعة ما تقلقوش، انا هطمن عليهم وهدخلهم اكل بمعرفتي. ممكن بس يا شريف تروح عشان الولاد ما يقلقوش. اروح اقول لهم ايه؟ اقول لهم ايه؟ اقول لهم امكم فين؟ اقول ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل ايه. أنا مش مصدقة اللي احنا فيه ده، أنا حاسة إني في حلم. ده مش حلم، ده كابوس، بس كابوس حقيقي. يعني إيه؟ يعني اتفضحنا خلاص، اتفضحنا. مش عارفة أقول إيه لشريف، ولادي هيقولوا عليا إيه؟ لا 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 لا، ده كده كابوس وهيخلص كله من الزفتة اللي هناك دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخة. ما بلاش دوشة بقى، انت وهي مش ناقصاكوا. انت كمان بتبجحي؟ ما كفاكيش اللي عملتيه فينا؟ هتسكتي ولا املك؟ لا لا، بس بس ما تكلميش مع الاشكال دي. مالها بقى يا حبيبتي الاشكال دي؟ يا شوية لمامة منك ليها. انت اللي المامة يا زبالة الشوارع. بس يا حبيبتي احنا مش انت كلمة زيادة وهقوم اجيبك من شعرك. بس بقى يا سهى، مش ناقصين فضايح. مش عايزه تاكلي؟ اكل ايه بس؟ هو حد اللي نفسه ياكل في اللي احنا فيه ده؟ انا ولادي وحشوني قوي قوي. انا كمان. انت ما تعرفيش هما مرتبطين بيا قد ايه. تفتكري هيعملوا معانا ايه؟ انا حنان طمنتني، قالت لي ان موقفنا القانوني كويس. المشكله مش في البوليس والنيابه، المشكله هتقابلنا اول ما نخرج من هنا. ازاي يعني؟ كلام الناس. بس احنا ما عملناش حاجه غلط. الناس بتحب الفضايح قوي، حتى لو كانت كذب. ما بلاش دوشه بقى، صدعتوني اتخندوا. شوف بتعمل ايه؟ نميت عليها وحيطه. بس بس بقى خلينا نطلع من هنا على خير بقى. ماشي. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.